ربا شمس الكويتية قررت ترفع قضية على أمها علشان مش عاجبها الوضع اللي هي عايشاه. الست كانت بتتكلم بجد وطلعت على جمهورها في سناب شات اللي بيتابعها وقالت لو في محامي شاطر يدخل علشان عايزة أرفع قضية على أمي اللي جابتني الدنيا من غير ما تاخد رأيي. مش بس كده، دي كمان قالت إنها ترفع عليها قضية علشان كانت بتضربها وهي صغيرة. طبعا الكلام ده اتقابل بهجوم من الناس اللي شافت إن كلامها في اعتراض على قدرها، بس اللي متابع شمس كويس عارف إنها بتاعت فرقعة. شمس دايما مثيرة للجدل، مثيرة حرفيا، وقعدتها على سناب شات خلتها تعمل حاجات غريبة جدا. بتطلع لايف مع واحد اسمه أبو جيركل من مشاهير سناب شات، وكانت بتطلع ترقص له ويقول لها البسي لي ضيق وانت بترقصي، وهي تضحك وتقوم ترقص فعلا وبتقول له كمان أنا مستعدة أشبع رغبتك بالرقص. شمس تقريبا عندها مشكلة مع وضعها بشكل عام، يعني قبل كده كان لها تصريح غريب قالت إنها عايزة تتجوز على الطريقة الأمريكاني علشان الست في الوطن العربي ما خدتش حقها، وإنها لو لقت الراجل اللي يملى عينيها هي اللي هتروح تجيبه لعندها مش هتستنى لما يتقدم لها. وقالت الراجل اللي يغريني يخليني اجري وراه، انا لو طلبت حد راح اجري وراه واقوله على سنابي انا شمس ابغى فلان وراح اتقدم له واطلبه للزواج. ده غير اللوك بتاعها كل مره اللي يخليها ترند، دي ولا رانيا يوسف عز ايامها. في الجونه مره تطلع بفستان كاشف الظهر علشان الناس تتفرج على التاتو جناحات اللي مغطي ظهرها كله، بس الكبيره بقى لما طلعت في راس السنه لابسه جامب سوت شفاف والمستور كله بان، وفي ناس قالت انها قصدت تبين كل حاجة وناس قالوا الاضاءة هي السبب. بس بعيدا بقى عن الحاجات المجنونة اللي بتعملها على السوشيال ميديا اللي كان اخرها قضية امها، هي ليها تصريحات فعلا نارية مش اي كلام، ومرة قالت كلام عن مشاهير قلب الدنيا. قالت ان المشاهير بيحبوا يبانوا مبسوطين وكويسين وبيتظاهروا بانهم اغنياء، وتحدتهم وقالت لو حد يقدر يحط عينه في عينيها ويقول لها كل الفلوس اللي معاهم دي من الاعلانات بس، ولا بيتعاطوا وبيسكروا ويطلعوا قدام الناس يعملوا نفسهم زي الفل. وما نسيتش نفسها من الهجوم وقالت انا مش هدعي واقول اني احسن الناس، انا اسوأ واحدة خلقها رب العالمين واسفت واحدة، لكن اسفت واحدة هي اللي بتنصحكم. وكان ليها تصريح قبل كده انها تخلت عن جنسيتها الكويتية والسعودية ومعاها جنسيات اجنبية تمشي تحررها في الافكار وغيره، خصوصا انها شايفة ان العرب مشكلتهم الكبيرة هي الكبت. شمس الكويتية من كتر تصريحاتها الجريئة الناس نسيت انها مطربة ومش فاكرين اغانيها، فاكرين بس تصريحاتها اللي بتطلع بيها ولايفات سناب المثيرة اللي بتقدمها كل فترة.